السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم قناة هبة بريس. مرحبا بكم في هذه الحلقة المميزة مع ضيف مميز الدكتور محمد طلال الحلوم. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على الدعوة لهذا اللقاء. بالنسبة للرحلة الأكاديمية عموما، يعني بعد البكالوريا ذهبت إلى فرنسا ودرست في الأقسام التحضيرية قسم الاقتصاد، وبعد ذلك يعني درست في المدرسة العليا للتجارة بباريس لسنتين، وكذلك يعني سنة بأستون بيزنس سكول ببرمنغهام بالمملكة المتحدة. فحصلت على ماستر من الأولى وماستر من الثانية، ثم رجعت للمغرب ووصلت كذلك يعني بالموازاة مع الأعمال، وصلت للمشوار الأكاديمي في جامعة محمد الخامس من خلال الدكتوراه في الاقتصاد، تخصص الأسواق المالية والأسواق المالية الإسلامية والمجازفة في الأسواق المالية. كذلك يعني عندي شهادة المدقق الشرعي من طرف هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية. ما شاء الله، يعني تبارك الله، عندك واحد الباجاج اللي ربما اللي خولك باش تناقش مجموعه من المواضيع. شفنا تبارك الله عده لقاءات صحفيه ولا حتى بعد الندوات ديالكم دكتور، يعني ما شاء الله عطيتي في كل شيء، يعني عطيتي الا في اليوم. بغيت نكون شوية غادي نبعد على المواضيع الروتينية اللي كتتكلم فيها دائما، من ناحية ديال الاقتصاد المالي والمعاملة مع الأبناك التشاركية. غادي نبدأ بربما يعني عندك علاقة مع الانترنت، وهذا الانترنت هذه اللي ربما في السنين الأخيرة العالم يعني اللي كانت يستعملها بشكل عادي، يعني ربما يعني كتكون اما بحوث عبر يعني في الشبكه ديال الانترنت. اليوم ولينا كنشوفوا بان يعني الناس كيستعملوا الانترنت بواحد الشكل كبير وفي عده منصات، كاين صناع المحتوى، كاين يعني شنو بغيتي شنو تقدر تقول لنا دكتور على هاد الشباب اللي ولا تعاطى باش ربما يستمر الوقت ديالو في المواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم، اولا كل ما ذكرت هو فضل من الله سبحانه وتعالى، وثانيا يعني بالنسبه للانترنت يعني عموما انا اخذت اليه، يعني ماشي التخصص ديالي، وحتى يعني صناعه المحتوى لا احسنها بتاتا، فقط يعني بسبب يعني واحد المجموعه من المعطيات وجدت نفسي فيه بهذه الطريقة اللي كتشوفوا الآن. فإن كان خيرا فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي. فهذا الانترنت عموما اليوم هو تطور من تطور التقنية، اللي كأي تطور يجب أخذه بنوع من الحيطة، يعني بإيجابياته. وكذلك لا ننسى أن التطور ماشي حيت شي حاجة جديدة أو تطورت أو متطورة فهي جيدة، تطور شيء هو السيرورة نحو نقطة أخرى، والجيد شيء آخر. فممكن الإنسان يتطور لكن في الجانب السلبي، تطور الحالة الجانب السلبي. فبالتالي قضية الانترنت عموما اليوم يعني تجاوزت ما يسمى بالانترنت العادي اللي هو الابحاث، وهذا كان يعني الويب 1.0 ثم جاء الويب 2.0 الان الويب 3.0، يعني الناس ولات تتفاعل، هي اصلا مكون في المواقع الى غير ذلك. واليوم مع الذكاء الاصطناعي كذلك يعني تجاوزوا واحد المرحلة اخرى، لكن ناحية المواقع التواصل الذي يهيمن عليها يعني اشياء لا اخلاقيه، وبزاف ديال الاشياء يعني من باب اضاعه الوقت واضاعه المال. فلذلك الانسان يكون رزين ويكون ذكي في اخذه والتعامل ديالو مع الانترنت. يعني دكتور، بالنسبه يعني المحتويات اللي ستكون غير اخلاقيه، وهذا الشيء كيضر المجتمع المغربي والمجتمع الاسلامي بصفه عامه، يعني حتى الشريعه، يعني حتى خرجنا وبعدنا على الشريعه الاسلاميه، يعني بمحتويات ربما اللي هي لا تمت لديننا ولاخلاقنا لشيء. يعني حتى دور ربما العلماء الدين، يعني واش كاين بعض الحلول؟ يعني كما تنشوفها دكتور كتعطينا مثلا حلول لكيفاش نشريو دار مثلا ونبعدوا على الابناك الربويه مثلا، يعني واش كاين حلول بالنسبه من عند شيوخ اللي يقدروا مثلا يوجهوا
شباب باش يوليو يستعملوا الانترنت ماشي ما يستعملوش ولكن يستعملوه فيما يرضي الله ويرضي المجتمع والعقيده ديالنا. هو رضا الله حاجه ورضا المجتمع الله اعلم، لانه ارضاء الناس جميعا غايه لا تدرك كما يؤثر على الامام الشافعي. لكن عموما الان الجيل الذي جاء يعني في السبعينيات والثمانينات والتسعينيات نشا في نوع من الدراسات والمدرسه اللي هي تابعه للمنظومه الحداثيه، فبالتالي حتى التكوين الديني شبه منعدم يعني فقير جدا. فبالتالي كيجي الشاب ملي كيوصل 23 24 عام كينتهي من الدراسه كيلقى راسو في واحد حتى قبل يعني حتى قبل، فكيكون في هذيك المواقع بدون ضوابط. علاش؟ لانه هو اصلا ما عارفش واحد المسائل خصها تكون خصها ما تكونش، ولا يدري يعني كيف يكون يعني عنصر ايجابي في تلك المواقع، فبالتالي يكون مستهلك كما كانت في التلفاز. يعني التلفاز كان الانسان كيستهلك، عندك فقط الامكانيه انك تتجاوز من قناه الى اخرى. في الانترنت ممكن لك تستهلك كذلك، لكن عندك الامكانيات اكثر من ناحيه التوسع. لكن كيف يكون الانسان هو اللي يكون مؤثر ايجابي وماشي مستهلك، يكون منتج بشكل ايجابي، هذا هو اللي ماشي سهل. الان كاين بعض العلماء وبعض المشايخ اللي كيديروا بعض يعني بحال ورشات ولا اكاديميات اونلاين ولا اشياء من هذا القبيل لصناعه نوع من المحتوى ونوع من التكوين استدراكا للفقر في التكوين العقدي والايماني اللي عانوا منه الشباب خلال المشوار الدراسي، اللي هو نوعا ما معلما يعني فيه واحد الحداثه كبيره. الحداثه طبعا لا نعني الحداثه التقنيا، يعني الحداثه الفلسفيه. يعني ربما كلامك يعني كله واضح وصحيح، يعني ولكن علاش كنشوفوا الشباب دائما ما كيتعاطاو المشاهدة؟ وكنشوفوا نسبة المشاهدات شي ربما كنشوفوا في المواقع التواصل الاجتماعي، كنشوفوا بعض المحتويات اللي هي غير أخلاقية ولكن عندها واحد نسبة المشاهدة كبيرة وكبيرة. واش نقدروا نقولوا هذا نفاق اجتماعي مع نفوسنا؟ ربما المجتمع وصل لواحد الدرجة يعني ما يعني تيقول لك أودي هذاك الشيء غير تافه ولكن راه تيشوفوا. نعم فعلا يعني كاين نوع من النفاق. خصنا نعرفوا أن النفاق الاجتماعي ماشي كله مذموم، بمعنى النفاق فيه درجات. كاين اللي كينافق وكيعلن انه ينافق، يعني كيقول لك انا جاسوم بالفرنسيه، كيدير واحد الحاجه اللي ما هياش وكيقول لك انا نصارح مع ذاتي، هذا مجاهره بالاثم، وهذا من النوع الذين لا يغفر لهم، كل امتي معافات الا المجاهرين. فبالتالي عندنا مشكل مع هذا الصنف هذا اللي كيعلن المعصيه. الصنف الاخر هو اللي كي يعني بحال اللي قلتي يعني يقدر يكون كيصلي ويقدر يكون يعني كيحافظ على بعض الشعائر الدينيه، لكن في الخاص في السريره ديالو كيتفرج في ذاك المحتويات. علاش؟ ليه؟ يا اما لانها مضحكه او مغريه او شيء من هذا القبيل. هذا كيكون يعني عنده ذاك الانحراف ولكن خاص به، ولكن خصو يعرف واحد المساله، هو انه ملي كيشاهد هو ذاك المحتويات كاع الناس اللي مرتبطين به، العائله، الاسره، الاصحاب، ذاك الخوارزميات كتجعل ذاك المحتويات كتولي تعرض على هذوك الاقارب. فخصك انت تفكر ملي تكون كتشوف شي محتوى واش نبغي الاقارب ديالي يتعرض عليهم. علاش؟ لان الخوارزميات اش كتشوف؟ لان المواقع في اخر المطاف هدفهم واحد، يبقى شادك اطول مده ممكنه. علاش؟ باش يعرض لك اكبر عدد ممكن من الاشاره، هذا هو الهدف ديال المواقع، يعني يشدك اطول مده ممكن. نقول اللوم دكتور على المتلقي او على صانع المحتوى؟ شوف، اولا اللوم على النوع، اي واحد عنده مسؤوليه سواء علميه او بيداغوجيه في التكوين ديال هاد الشباب، اللوم عليه هو الاول، ثم على كذلك المتلقي، بل الانسان على نفسه بصيره، فكذلك المتلقي، ثم اللوم على ذاك صانع المحتوى اللي ما عندهم حتى شي ضمير واللي خصهم غير فقط يعني عدد المشاهدات باش يدخلوا. ف يعني اللوم هو متوزع نوعا ما، لكن دائما الانسان يفكر هذا المحتوى اللي كنشوفه اللي هو غير اخلاقي واش نبغي انه لنا. انا ملي كنشوفه الخوارزميات كيقولوا طيب هذا محتوى شد لنا هذا الانسان، مزيان، بما انه شد الانسان فغيشد لنا كاع الناس اللي كيشبهوا له، العائله والاقارب والاصحاب. فكيبدا يطلع الخوارزميات ذاك المحتوى، لونتوراج ديالو، لونتوراج ديالو، فوالا. يعني ربما يعني صناع المحتوى كاين بعض منهم اللي كانوا كيديروا محتويات اللي زوينه، ربما حتى الا ما كانش ابداع او ما كانش، ربما كانت مسائل هي كتكون تقليديه، مثلا تعلم الطبخ مثلا او لا تعلم شي حاجه، يعني واخا ما كيكونش هذاك صانع المحتوى عنده واحد الباجاج اللي يقدر يفيد به المجتمع،
ولكن ربما الهاجس المادي والربحي ولينا كنشوفوا بعض الارقام اللي هي يعني كتغري الشباب بان كاين بعض المؤثرين يعني يقتاتون اموال طائله في وقت وجيز. يعني تيقول لك انا بالدارجه بالعربيه ديالنا تيقول لك اودي انا علاش غادي نقرا انا ونضيع راسي كامل، اللهم ندير شي صناعه محتوى كما بغات تكون من اجل الربح المادي. شوفوا كاين جوج الجوانب، كاين الجانب الاول انه ماشي بالضروره دير يعني تكون تدرس واحد المشوار دراسي الذي وضع لك لكي تنجح، لان العالم يتغير، فبهذا التغير قد يكون نجاحك في يعني مشوار غير المشوار التقليدي، هذه من جهه. لكن المشكل هو لما يكون النجاح مرتبط بمشوار غير المشوار التقليدي لكن لا تكوين لك ولا اسس لك، فبالتالي هذا النوع من الميوعه ومن السيوله من اجل يعني كسب فقط يعني مشاهدات واشياء من هذا القبيل، هذا كيرجع لنا لواحد القاعده معروفه في القران اللي هي ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بما ان الاكثريه لا تعلم وانت يعني هدفك الاكثريه، فبالتالي غتعطي لك الاكثريه الاشياء التي هم يستهلكونها. بما ان الاكثريه لا تعلم فهي لا تطلب يعني الاشياء التي هي من نوع من الرقي الاكاديمي والعلمي والبحثي، لا تطلب الاشياء التي نوعا ما من شهوات. فبالتالي بما ان انت كتشوف المحتوى الهادف العلمي مشاهدات قليله، المحتوى ديال الشهوات والاشياء المثيره مشاهدات كثيره، ربما حتى المتلقي ما كيستافد من هذاك المحتوى حتى شي حاجه. طبعا يقدر المتلقي يبقى 3-4 ساعات في الهاتف ديالو ولا يستفيد اي ولا يعني ولا معلومه مع الاسف. فهذا نوع هذا من المتلقي وحتى من وهذا الشيء كما تيقولوا حتى صانع المحتوى فاش يقول لك انا تيقول لك اودي انا هذا الشيء عجبو المتلقي، عجب المتلقي الوغ غير نزيد فيه ونبدا فيه. وكاين كاين اللي قدر الله ومشى فيه بعيد، لا صدق دا لشي امور اللي خرج على القانون خرج على اما الشريعه راه اكيد والدين ديالنا راه اكيد راه خرج منه. فهذا يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى وان تطيع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اذا بقيتي متبع هذيك الاكثريه هذا هو السبيل. اكيد ربما الهاجس المادي للشباب اليوم في البلاد ديالنا وفي مجموعه ديال البلدان ربما خلاهم يتعاطوا بتغيير صناعه المحتوى، وربما هذا موضوع انت بالخصوص دكتور عندك موقف خاص منه. يعني شفنا بزاف ديال الحويجات اللي تعطاو لها الشباب، ربما واش هذا نقدر نسولك استاذ فيه علاش الشباب ولاو باغين شي مدخول ثانوي؟ يعني ربما يا اما كتلقى عنده عمل رئيسي مثلا وكيقلب على شي مدخول، او لا عنده ما عندوش وباغي هذاك يكون هو المدخول الرئيسي ولكن تيقلب عليه بطريقه اللي ربما فيها شكوك. هضرنا على صناع المحتوى، كاين اللي ربما عنده محتوى مزيان حتى كان من مورا شي ربح فما كنظنش واقيلا عنده اشكال فيه اليوم، حسب نوع الاشهارات هذا كلام اخر. هذا لانه ربما في حديث في توارى فيه نقاش دكتور، لان واخا نكون انا كنعطي واحد البرودوي اللي هو داك الاشهارات اللي كيدوزوا عندك بعضها ماشي اخلاقيه، فهذا كلام اخر، هذا خصو نقاش خاص. غادي نرجعوا دكتور لموضوع التداول. حتى هو واحد النوع من ربما نقدروا نقولوا بانه واحد البوابه جديده اللي تكتشفات في السنين الاخيره، يعني ربما 15 سنه كاع لو ماكسيموم، يعني فاش ولا الانترنت يعني ولا الصغير الكبير كلشي كيدير. فبغينا نعرفوا دكتور الموقف ديالك، راه لا يعني عندك تبارك الله ما يكفي من سميتو، بغينا غير نعرفوا الدوافع وراء التجاء الشباب للتداول. وفعلا هاد فكرة المصدر الدخل الثانوي موجودة، دافعها الأساسي يعني عموما نوع من السعي وراء يعني الاستقلالية المالية. هذا في حد ذاته ماشي إشكال أن الإنسان مثلا يكون عنده واحد الوظيفة ويبحث كذلك عن أنه يأخذ واحد المدخول ثانوي
ما كاينش هذه فيها اشكال بحد ذاتها، فقط لا يفرط في تعليمه وعقيدته وايمانه وبصرته الى غير ذلك. لكن الاشكال فوقاش كيوقع؟ كيوقع ملي كيكون الدافع انسان يعمل ثم يسال، خصو اولا يسال عاد يعمل. فالتداول معروف منذ عشرات السنين بل منذ مئات السنين، بعض الكتب تبين أن التداول يعني معروف منذ 3 أو 4 قرون من خلال الأوراق المالية، مثل ما ذكر في فيما كان يمارس في بورصة هولندا وكذلك في بورصة أنفيرس في بلجيكا إلى غير ذلك التي كانت تجمع. وأنا مشيت زرت هذاك الموقع، يعني كتلقى الناس أصحاب الأوراق المالية اللي من باريس واللي من أنفيرس واللي من هولندا واللي من لندن كيجيو ليتبادلوا الأوراق المالية. فالبورصة يعني والتداول معروف، لكن هذا التداول بهذا الشكل اليوم أصبح يعني يطرح العديد من التساؤلات. التساؤل الأول هو لماذا الشباب اليوم يبحثون عن مدخول بشكل يعني سهل، وهو الإنسان يبحث عن مدخول بشكل سهل، هذه ما فيهاش إشكال، ولكن لماذا لا يراعي الجانب جانب الحلال والحرام، ولماذا لا يراعي جانب الاقتصاد؟ بمعنى أنت هذه العملية اللي كدير فاش كتفيد المجتمع؟ الانسان اللي عنده واحد العمل اللي معروف انه حلال، مثلا يعني فلاح ولا طبيب ولا استاذ ولا تاجر ولا يعني مبتكر او مقاول، هذا عنده قيمه مضافه في المجتمع، كيدير واحد العمليه اقتصاديه كيكون عنده واحد الاثر في المجتمع. هذا التداول اللي الاثر ديالو على المجتمع تقريبا فحال الاثر ديال صاله القمار، كيوظف ناس وكيربحوا منه ناس والاغلبيه كتخسر واقليه كتربح. علاش الانسان لا يبالي من هذه المساله؟ لماذا يسوق ويريد ان يلح على ان هذه المساله يعني حلال لا شبهه فيها؟ بالعكس، ميدان التداول يعني اكثره شبهات، فهو في منطقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، وفي روايه فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا؟ لان كثره التلبس بالشبهات توقعك في الحرام يقينا. فهذا الميدان هذا في المنطقه الرمادية، وفيه كثير من الاشياء في المنطقه السوداء حرام، والكثير منها في منطقة رمادية. فبالتالي حتى من لا من ناحية الشرع ولا من ناحية الاقتصاد، القيمة المضافة يعني أنا أعتبره عبث من ناحية الاقتصاد ومن ناحية الشرع كما ذكرنا. فالبحث عن مصدر ثانوي أنا اللي كنقترح هو أنه يقدر يكون من خلال ابتكارات أو من خلال مقاولات صغرى أو من خلال نوع من التجارة بضوابطها التي ولكن كاين اللي تيقول لك ودي انا موظف مثلا ما عنديش واحد الوقت كافي يا دكتور، واجتهدت وقلبت ولقيت بان كاين فعلا بالنسبه لبعض المنصات في اتجاه يعني في التداول بان راها مستحبه او راها حلال. يعني اي واحد، شوف حتى في فرنسا تم بيع لحوم بالاتيكيت حلال، لما تم تقصي الامر وجدوا ان بعضها ليس بحلال. فماشي حيتش موقع جا وقال لك انا حلال فراه حلال، لا. الان تحتاج ان الموقع الا جا قال لك انا حلال خصو يدير الفتوى اللي عنده والشهاده اللي عنده تكون موثوقه، والشيوخ اللي كيفتيوا له العلماء يكون وجههم معروف والاسماء ديالهم معروفه، ويتكلموا ويبينوا علاش ذاك الموقع حلال. ثم المسألة ديال حلال هذه من جهة، وفحال هذه المواقع أنا ما في باليش كاينين، واخا أنني بحثت يعني إلى اليوم، ربما قد يتغير الأمر لاحقا، لكن عموما ما لقيتش شي مواقع فحال هكا موثوقة اللي هي حلال. والتداول ثانيا خصنا نعرفوا أن التداول كيلعب على واحد المسألة اللي في اللاوعي، اللي هي نوعا ما الأدرينالين، واللي من اسبابها كثره التستوستيرون اللي كتكون في الاولاد اكثر من البنات. فبالتالي الشيء اللي فيه مغامره واللي فيه ربما اثاره بسبب المغامره، وهذا الدراري كيميلوا له اكثر من الفتيات. ثم ملي كتجمع داك الشيء مع الاموال فكيولي كيخدم الخيال ديالك، كيخدم هوليوود، كيخدم الافلام اللي شفتي، كيخدم الاحلام ديالك، كيخدموا كلهم باش انك في الاخر كتوصل لذاك المنصه وكتلقى راسك ما عمرك سولتي واش هادشي حلال واش هادشي حرام، واش هاد الاسهم حلال واش هاد الاسهم حرام، واش هاد الاوراق الماليه حلال حرام. فتا كتغرق وفي الاخر كتلقى ان 90% ولا اكثر كيخسروا. فهاد 90% ولا اكثر كيخسروا شيء غير طبيعي في الاقتصاد. يعني هذا من الجوانب اللي كتشبه صالة القمار، ان الاغلبيه الساحقه كتخسر.
فهمتي؟ يقدر يقول لي واحد طيب لكن في المقاولات كثير من المقاولات كتفشل، بون ما نقولوش 90%، ولكن الفرق ان هذا لا قيمه مضافه فيه، يعني اللي كيربحوا وحدين كيخسروا الاخرين. اما في المقاولات واحد كيدير مشروع كينجح واحد كيدير مشروع كيفشل، هذاك المشروع اللي نجح كيستافد من المجتمع، من التقنيات، ومن ربما الا كان في الجانب الطبي التقنيات الطبيه، الا كان في الجانب الزراعي التقنيات الزراعيه، فعنده اثار في الاقتصاد. فلا اشكال ان الانسان يغامر، ولكن ما خصوش عاوتاني يغامر في واحد الجانب اللي غالب الظن ديالو انه غيخسر. هنا في التداول غالب الظن انه كيخسر، في حين المقاولات ملي كدير شي مقاوله ولا مشروع غالب الظن ديالك انت كمقاول انك غتربح، فهمتي؟ علاش؟ لان عندك واحد الاثار، واحد المشروع، واحد المنتوج. اما في التداول غالب الظن ما مرتبطش بك انت، مرتبط بالمعطيات، والمعطيات كتعطي انه فاشل ودون قيمه مضافه للاقتصاد من غير واحد القلائل اللي كيربحوا. يعني طيب دكتور، اكيد التداول يعني ربما حتى هذيك نقدروا نقولوا نوع ديال التجاره اللي غادي تكون هي في محل الخيال، يعني كتعطي واحد القدر ديال المال وفي منصات، وكتسنى ربما اللي كتقول بان مثلا نهضروا على الفوركس، نهضروا على يعني بزاف ديال الامور. شنو التوجيه اللي تقدر تعطيها دكتور للشباب اللي يلاه بدا البحث ديالو؟ لان اي مشروع كما بغى يكون، يعني فاش كنهضروا دابا على التداول، فاش انت كتعطيني مثلا تقول لي ودي شنو بان لك تدخل التداول، راه فيه الفلوس، فيه واحد المنفعه عليك مثلا، الا بغيتي واحد الدخل مثلا اضافي، تنولي ندير انا واحد لا ريسيرش، كنولي نبحث شنو الابجديات ديال التداول. يعني نقدر نقول لك دكتور شنو التوجيه او النصيحه اللي تقدر تعطي للشباب قبل ما يطيحوا في الحضيض، واللي كما تيقول لك الساعه اللي عطى الله عطاه. نعم، هو دائما هنا نرجع الى مساله التخصص. دابا المشكل ديال الشباب اللي كيبحثوا في التداول كيمشي كيلقى جوج ثلاثه الفيديوهات كيقنعوه. داك الفيديوهات ديال من؟ مجاهيل، حيت هو اصلا تيكون مهيئ، كيكون مهيئ انه باش يتقنع. كيجيب بحال هذاك اللي كيستفتي وكيصيغ السؤال باش المفتي يعطيه واحد الجواب اللي بغى. لكن هنا ملي كتمشي تشوف ثلاثه ولا اربعه الفيديوهات اللي قنعوك، انت كتكون مهيئ، لكن في الحقيقه هذا الامر لا تحترم الاختصاصات. لماذا؟ لان هذوك اللي كتفرج فيهم واحد الناس اللي اولا ما دارسينش على التداول، مارسوه. وفرق كبير ما بين اللي درس التداول ومارسو وما بين اللي غيبدا في الممارسه. اللي درس التداول ما كنهضرش على هذوك اللي داروا التكوين ديال اسبوع ولا جوج ولا شهر، لا كنتكلم على الناس اللي دروس كتبع دروس طبعا. لكن حنا الكلام ديالي عن اللي عنده ماستر والدكتوراه في قضيه الاسواق الماليه، هذو هما اللي يقدروا يكونوا مراجع لاعطاء معلومات. وكتلقى هذو ما كيتداولوش، هاد الناس اللي دارسين الامر بالعمق ديالو لا يتداولون. علاش؟ لان عارفين ان اصلا جل هذا الميدان عبث لا يفيد المجتمع، فبالتالي هما كيشوفوه من واحد الزاويه اخرى. وثانيا هذا الاشكال ديال التداول ان فيه بزاف الناس اللي هما نوعا ما، يعني نوعا ما كاين شويه ديال النصب. في حين انا كنقول لك يعني كنربح، تبت لي انك كتربح اولا، وثانيا الا كنت كتربح يعني هذا الشيء الا سلمنا انه ماشي مشكل فيه، طبعا هو فيه مشكل، لكن الا سلمنا انه ماشي مشكل فيه، فيجب الانسان انه يثبت ان يعني فيه ربح وفيه استدامه، لان الربح الاول او الثاني لا يفيد يعني الاستدامه. ثم كتلقى ان الذين يربحون المال، فهذا يربحون في احيان كثيره من التكوينات، وهذا نصب اخر، انه تجده يعني يربح في هو تيقول لك كون كان اعطيني الفلوس ندير لك التكوين وسير ربح ما تربحش الله يعاون. نعم، لو كان يعني وقتك من ذهب هكذا وتدخل الملايين هكذا لما ضيعت وقتك في التكوين، فهمتي؟ لا استثمرت وقتك في الارباح التي تدعيها انت. وربما كتكون بعض الاغراءات دكتور، حتى مثلا سفاريات، سيارات فاخره، ربما واش يعني من اجل هذه نوع حتى هي من نعم. كاين اللي كيمشي يكري سياره فاخره لواحد النهار باش كيتصور معها وكيدير معها فيديو، وكاين اللي كيتسلف باش يسافر، وكاين اللي فعلا عنده ذاك الاموال باش يسافر. فالانسان خصو يكون شويه دقيق في البحث ديالو. ولذلك واخا يجيو الاغراءات اللي بغى يجيو، اذا كان جميع هذه الاغراءات تقول لك تبيع الخنزير لتكون غنيا، تقول لها لا بكل بساطه. فليس المعيار للجيد او السيء هو الربح، لا، المعيار للجيد او السيء هو الشرع. اما الربح يقدر يجي من جميع الجوانب. يعني لا، الربح اكيد غادي يكون، الا بغيتي الربح المادي فربما كاينين عده انواع ديال التجاره اللي تقدر تربح منهم. دكتور
بغيناك تعطينا شي شرح مدقق لي ومبسط لانواع التداول المختلفه وتسليط الضوء على الاخطاء اللي يمكن يطيحوا فيها الشباب. اول خطا هو يدخل التداول، انه يدخل لهذا الميدان يعني هذا خطا. البديل عنه هو الاستثمار الحقيقي، يعني الاستثمار في مشاريع، في مقاولات، في اسهم نقيه ربما ليس للتداول. اسهم نقيه مع الاسف ما كايناش في لابورس ديال المغرب، لكن كاين في بعض البورصات في الخليج ما يسمى بالاسهم النقيه، هي اسهم الشركات التي لا تعطي ولا تاخذ ولا درهم ربا. فالخطا الاول هو انه يدخل لهذا الميدان. الخطا الثاني هو انه ما يكونش دقيق في هذا التمييز للمعلومه التي تعطى له ولا يرجع لاهل الاختصاص. انت ملي كتبغي تمشي عندك مشكل في الصحه كتمشي عند الطبيب اللي درس 7 ولا 8 سنوات ديال الطب الا ما كانش 12 مع التخصص. ملي كيكون عندك واحد المشكل مثلا في الاقتصاد ولا في المقاوله في التسويق كتمشي عند واحد خبير في التسويق. ملي كيكون عندك اشكال مثلا في يعني اي اشكال عموما كترجع للانسان اللي درس الميدان ديالو. لكن هذا لا، 3 الفيديوهات وصافي نبداو. فهذا نوع من يعني نوع من السطحيه في التعامل مع الموضوع لما لا يرجع الانسان لاهل التخصص. قبل ما نختموا اللقاء دكتور، ما كرهناكش نصيحه للشباب من اجل يعني كاين موظفين كما قلت لك، ولكن ربما الغالب الله تتكون مصاريف، تيكون الغلاء ديال مثلا ربما كارير، ربما عنده مصاريف ديال البيت، فكيبغي شي ما عندوش الوقت، ومع ذلك كيبغي يعاون راسو بشي حاجه مثلا. سيرتو دابا ولا كلشي كيلتجا يعني الانترنت، واش كاينين بعض الوسائل في الانترنت اللي تقدر تعاون بهم راسك ما تكونش عندها شي اثار سيء على الاقتصاد ديال البلاد؟ نعم طبعا، يعني هو اول شيء الانسان يكون ذاته، ويكون ذاته اولا من الجانب الشرعي لفقه المعاملات وغيره، ثم من الجانب الميداني. بمعنى الانسان اذا كان في واحد الوظيفه عموما يبدا يسقط في نوع من الروتين. هذاك الروتين يعني يدمر المواهب، فبالتالي بالموازات يقوم بتكوينات من جهات يعني لها مصداقيه ومعتبره في ميدان من الميادين التي يختارها، سواء يعني الذكاء الاصطناعي او التسويق او البرمجه او بيع الخدمات الى غير ذلك، ليبدا فيه بالموازاه مع الوظيفه دون ان يظلم حقوق موظفه، دون ان يظلم حقوق موظفه، يعني ما يمشيش يدير داك الشيء في وقت العمل ديالو، هذا لا يجوز. ف لكن اذا راى ان المدخول عنده من بعد ولا اكثر من الوظيفه ما عندوش مشكل يترك الوظيفه، لكن لا، الانسان دائما يمشي بحذر. فهناك كثير من الاشياء اللي اليوم موجوده في الانترنت اللي لا باس بها، مثلا الخدمات عن بعد. اليوم عندنا مواقع كتقدر تسوق فيها خدمه ديالك، سواء فيديو ولا مونتاج ولا تصوير ولا فويس اوفر مثلا، الكلام فوق يعني الكلام في الفيديوهات، او التصميم، او برمجه موقع، او برمجه اي شيء ما، او برمجه برنامج، او يعني مجموعه من، او ترجمه او غير ذلك، وخا الترجمه الان في تراجع. من الاشياء الكثيره اللي يمكن الانسان يديرها من خلال الخدمات عن بعد، فالانسان يكون ذاته في واحد السكيل يعني واحد الخبره، ثم يقدر يبدا يبيعها للمغرب او الاجانب عن بعد. هذا اشكال. وكاين منصات يعني ربما كاين منصات معروفين اللي متخصصين في هذا الميدان. ثم كذلك كاين ما يسمى بالتوسط في بيع الخدمات، بمعنى انت تبحث عن مشاريع عموما في الدول الغربيه كيكون عندها ميزانيه معينه، ثم تبحث عن من يعمل فيها وتاخذ يعني الوساطه. فقيمتك المضافه انك القيت او لاقيت بين من يحتاج خدمه ومن يوفر دور الوسيط بحال اللي طبعا دور الوسيط. فهذا هذه وساطه حسنه، ثم ياخذ الوسيط لا باس به يعني طبعا ديال الشراء، ياخذ العموله ديالو وينصرف. ثم فكذلك يعني عندك كثير من الخدمات اللي يمكن يقوم فيها. وبالنسبه كاين بعض الشباب اللي كيتعطاو ربما كيشتريو بعض السلع يعني من بعض المواقع، ربما بلا ما نذكروا الاسماء، التجاره الالكترونيه لا باس به اذا كان المنتوج يدخل في شروط بيع السلم. وهنا الانسان اللي بغى يتعمق يرجع يبحث غير شروط بيع السلم في الشبكه ويخرج له، ولا كذلك نوع من بعضهم يسميه
الافيليت او التمثيل بمعنى الانسان كيولي بحال مسوق. انت عندك واحد البائع ديال واحد المنتوج مثلا في باكستان ولا في الهند ولا في بنغلاديش ولا اي بلاد اخرى، كتشري المنتوج ثم او عفوا يعني كتتفق مع بائع المنتج ثم على ان تبيع له المنتج في مكان اخر، ولكل منتج بعت تاخذ عموله. هذه لا باس بها طبعا، هذا انت كممثل تجاري كتجيب واحد السلعه كتنفع المجتمع ديالك بانك اتيت بسلعه لم تكن في المجتمع فانتفع بها المجتمع. ثم كذلك يعني نوع من هذا النوع ديال الاتفاق مع البائع، نوع ديال تمثيل البائع، نوع من بيع السلام. لكن ان تبيع ما ليس عندك بمعنى تقول انا هو البائع فهذا فيه اشكال. يعني تكون كتبيع منتوجات والمشتري يسحب له انك يعني المنتوج عندك في المخزون، هذا فيه اشكال. يعني ربما يعني لان بعضهم كيدخلوا في الدروب شيبينغ مثلا طبيعه الحال، او مثلا نقدروا نهضروا مثلا حتى على واحد النوع ديال التجاره مثلا اللي ربما غير جابتها الحديث، هي ديال ذاك واحد النوع اللي كيدير الاحتكار على التجاره. انا نعاود لك واحد ربما واحد القصه صغيره. انا بحكم ابن الباديه فكاينين يعني فلاحين اللي كيخبيو مثلا تبن، كاين الجفاف شنو غادي يدير؟ تيخلي حتى توصل لواحد الوقيته تيولي مثلا كان داير 20 درهم مثلا كيولي داير 50 درهم او 40 درهم عاد باش كيخرجوا للسوق. هو الاحتكار في الفقه ناقشه الفقهاء والاصل فيه ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. فالاصل في الاحتكار انه يعني خطا يعني فيه اثم. لكن ما هو الاحتكار؟ الاحتكار الذي هو خطا له شروط، من شروط انك تقصد رفع ثمن وان يعني يكون فيه اضرار بالناس ويكون في سلعه يحتاجها الناس كثيرا. وبعضهم اضاف شرط انه يشتري بمعنى الانسان الذي انتج شيئا ما، يعني هذا لا يدخل في الذي يدخل للاحتكار. فكاين شروط ربما الانسان الا بغى يتعمق في الباب باش يعرف واش هو محتكر ولا لا يدير شروط الاحتكار المحرم وغيلقى الشروط ديالو باش يتجنبها وما يكونش في الاحتكار. ثم كذلك كاين بعض الوسائل اللي كدار واللي هي لا غير مقبوله في الدين ديالنا، مثلا تلقي ركبان او بيع حاضر لباد، فهذه امور ممنوعه. بمعنى كيكون واحد مثلا في الباديه كما قلتي ملي كيجي للمدينه كيتوقف له واحد الوسيط في الوسط وكيقول له اي خلي انا غنتكلف لك ببيع السلع، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، فبالعكس خصو يجي يكون عارف بالاثمنه، وديك الساعه الا بغى يوكل شي واحد ديك الساعه يقدر يعطيه الوكاله حتى يشوف يكون عارف السوق ما فيها. ثم كذلك هذا كذلك داخل في تلقي ركبان، مثلا يكون واحد السلعه جايه ويحبسوها في اطراف المدينه واحد التخزين او واحد الستوك وانا اللي غنبيعها في المدينه، فتلقي ركبان وبيع حاضر لباد، هذه كلها كتدخل في وسائل التي تمنع البائع الاصلي من معرفه اسعار السوق. هذا من الاشياء التي تزيد كذلك في الاسعار، لان صاحب الباديه ربما باع بثمن اقل من صاحب المدينه ويكتفي بربح قليل، ولا اشكال في هذا، وهذا ينفع المستهلك والبائع. لكن لما ياتي هذا الذي يعني يتلقى ركبان ويبيع للباد فهذا فيه اشكال. اكيد ربما دكتور تبارك الله موسوعه في عده مجالات، يعني راه باش ساعه ولا ساعتين ما غاديش تكون كافيه ان شاء الله. كنتمنوا تكون سلسله المرات القادمه. شكرا دكتور على هذه المعلومات القيمه. شكرا مشاهدينا الكرام، كنتم مع هذه الحلقه الخاصه والمميزه مع الدكتور محمد طلال الحلو خبير في الاقتصاد الإسلامي اللي اعطانا مجموعة من المعلومات تبارك الله اللي دائما ما كيبخلش لنا على المعلومات خصوصا في الخبرة الاقتصادية في الدين ديالنا الإسلام. شكرا بزاف لكم وتحياتي لكم.